مشاهدينا اسعد الله اوقاتكم واهلا بكم في هذا الحوار الخاص مع ضيفي السيد عمار الحكيم امين عام مؤسسه شهيد المحراب ونائب رئيس المجلس الاعلى اهلا وسهلا بك السيد عمار بدايه سيد عمار ما هي دواعي زيارتكم الى دمشق وما هي نتائجها؟ بسم الله الرحمن الرحيم بدايه احييكم واحيي الاعزاء المشاهدين ان الزياره لسوريا الشقيقه جاءت لتعبر عن الرغبه العراقيه في الانفتاح على محيطه العربي وسوريا تعتبر بلد جوار ومهم للعراق وبالتالي فنحن تواقون لبناء علاقات رصينه ومتينه على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي وكذلك تبادل الخبرات والمعلومات في الشان الامني لكل هذه الاعتبارات نحن هنا للحوار مع القياده السوريه والساده المسؤولين والتواصل مع النخب والشرائح الاجتماعيه في سوريا لنوصل رساله المحبه والموده العراقيه تجاه هذا الشعب الشقيق لا سيما وان سوريا احتضنت عددا كبيرا من العراقيين بالرغم من الظروف الاقتصاديه الضاغطه عليها وهذا ما يستحق الشكر والتقدير نتمنى للعراق ان ينهض من كبوته وان يعزز علاقاته الاقليميه وسوريا واحده من هذه البلدان العربيه الكريمه. سيد الحكيم كيف تقيمون زيارتكم الى القاهره وما هي ابرز ثمارها؟ لا شك ان الافاق للتواصل مع الاخوه في مصر كان على نفس الخلفيات الاتصال بالساده المسؤولين والازهر الشريف والجامعه العربيه اضافه الى التواصل مع مراكز البحوث والدراسات الاستراتيجيه النخب والشرائح الاجتماعيه النخبويه في مصر ومحاكاه وسائل الاعلام لايصال رساله واضحه الى الشعب المصري من اننا راغبون في تطوير وتعميق العلاقات بين العراق ومحيطه العربي مصر تمثل واحده من الدول الكبيره في العالم العربي و من المنطقي والطبيعي ان نبني علاقات وثيقه معها. سيد الحكيم هل هناك زيارات الى دول الجوار؟ بكل تاكيد كانت لنا زياره الى الكويت والامارات و ثم نحن الان في زياره لمصر وسوريا وستستمر هذه الاتصالات والمشاورات لايضاح الصوره العراقيه بما نراها وبما نعتقد انها اقرب الى الواقع. هناك رأي عام وانطباعات سلبية تشكلت عن التجربة العراقية بحكم تعاطي السلبي للمشروع العراقي عبر وسائل الإعلام نسعى لتصحيح الصورة ولتشجيع أشقان العرب في مزيد من الانفتاح على الواقع العراقي سيد الحكيم موضوع الانتخابات واستخدام الرموز الدينية ماذا تقولون؟ يجب أن نفرق فيما يخص هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ما قبل التصويت على اي قانون من القوانين حيث ان هناك قوى سياسيه ممثله في مجلس النواب تبدي اراء ووجهات نظر وتناقش المسائل وثم يصار الى التصويت ما بعد التصويت ليس من راي الا ما اقره مجلس النواب ونحن مع خيارات مجلس النواب في ما اقره في قانون الانتخابات سيد الحكيم ماذا تقولون عن قضيه كركوك لا شك ان كركوك تمثل واحده من المحافظات المهمه والعزيزه على العراقيين جميعا وفيها من التنوع في المكونات القوميه والمذهبيه وبالتالي يجب ان تعالج مشكله كركوك بدقه بالغه لكي يشعر الجميع بانه منتصر لا نريد ان ينكسر احد، لا نريد ان يغيب اي من الاطراف في كركوك ولا يمكن الوصول إلى رؤية توافقية إلا من خلال المشاورات المستفيضة التي تجري بين الأطراف السياسية ذات الصلة والعلاقة بهذا الملف وغيره من الملفات الوطنية سيد الحكيم هل أنتم مع من يلعب الدور السياسي من رجال الدين؟ لا شك أن رجل الدين يحافظ على خصوصيته والتزامه الخاص بحسب اختصاصه في الشريعة وما شابه ذلك ولكن له الفرصة أن يمارس العمل السياسي ويمارس دوره شأن شأن أي مواطن عراقي آخر سيد الحكيم إذا ممكن نتحدث عن مؤسسة شهيد المحراب ممكن تنطينا موجز ملخص عن هذه المؤسسة؟ يعني مؤسسة شهيد المحراب هي مؤسسة ثقافية تعليمية إنسانية تسعى للمساهمه الجاده في ملء الفراغات الثقافيه في البلاد اسست جامعه ومدارس حظيت بالغطاء الرسمي من الوزارات المختصه في العراق تصدر مجلات تخصصيه تقيم المئات من المؤتمرات المناطقيه والوطنيه تحوز الان على المقعد الاستشاري الخاص في المجلس الاجتماعي الاقتصادي للامم المتحده وهي اولى المؤسسات التي حازت على هذا الموقع منذ سقوط النظام وحتى الان في داخل العراق لها تواصل كبير مع الشرائح الاجتماعيه والشباب وتهتم كثيرا باعطاء الدور الفكري والثقافي للمراه عبر مجمل انشطتها وتهتم بالشباب بشكل كبير ومتميز الى جانب ذلك هناك اهتمامات انسانيه حيث عن المؤسسة 85 ألف يتيم وما يزيد على 50 ألف عائلة مهجرة في داخل العراق تقدم لهم المساهمات والدعم لتخفيف من معاناتهم سيد الحكيم اليوم شاهدناكم مع الجاليه العراقيه في سوريا تستمعون الى همومها ومشاكلها هل هذه الهموم والمشاكل سوف تنطرح الى طاوله الحكومه وطاوله البرلمان لحل هذه لحل هذه المشاكل؟ لا شك ان كل مواطن عراقي شريف يفترض ان يكون همه وحرصه هو العراق والعراقيين اينما كانوا ونقدر عاليا حجم المعاناة التي واجهها النازحين في خارج العراق ونتمنى أن تتوفر الظروف الملائمة لعودتهم إلى العراق كليا وتخفيف الأعباء عن الدول المضيفة إضافة إلى أن العراق بحاجة ماسة لأبنائه في إثراء تجربته وفي ممارسة عملية الإعمار والتنمية الشاملة على المستويات الفكرية الثقافية الفنية إلى غير ذلك من مجالات الإعمار وهناك الكثير من العقول والطاقات العراقية التي خرجت لظروف الأمنية إن كان في عهد النظام البائد أو في ظروف الإرهاب التي عصفت بالعراق هذه الندوة جاءت لتعبر عن مفردة من مفردات التواصل مع الجالية العراقية والمهم في هذه الندوة أنها ضمت العراق بكل ألوانه ومكوناته استمعنا بشكل مستفيض إلى هموم الجاليه العراقيه وأوضحنا لهم يعني طبيعة الظروف الداخليه في العراق والإجراءات الممكن اتخاذها لتقليل من معاناتهم وأيضا المشاكل التي تعتري الحكومه العراقيه ومؤسسات الدوله العراقيه والتي تحول أحيانا دون تقديم الخدمات اللائقه والمناسبه كما يتمناها العراقيون في المهاجر. مشاهدينا نذهب وإياكم إلى الندوة التي أقامها السيد عمار الحكيم خليكم ويانا وحتى نشوف مشاكل وهموم العراقيين في سوريا